الشركة المنتجة لفيلم لاست كريسمس أعلنت عن التريلر الخاص للفيلم واللي بتقوم ببطولته الممثلة العالمية إيميليا كلارك، ومن المقرر عرضه 15 نوفمبر المقبل في دور العرض العالمية. أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسي الأول اللي بيجمع كلارك واللي بتجسد شخصية كيت بحبيبها جولدن واللي بيجسد شخصية توم في عطلة كريسمس، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.